طالب من الناس اللي بتنزل إن شاء الله استعينوا بالصبر والصلاة. يعني هو ايه يعني يستعينوا بالصبر وان شاء الله يعني ايه ان يعني ربنا سبحانه وتعالى، انا واثقه تماما ان ربنا هيأتي بالفرج قريبا ان شاء الله تعالى، بس لازم مع النزول لازم يكون في طاعه وفي تقرب من الله سبحانه وتعالى، ناخد بكل اسباب الصبر النصر يا شباب عشان ربنا سبحانه وتعالى ينصرنا ان شاء الله. وانا عارفه ان الامور ضاقت، والله ضاقت جدا، وان شاء الله ان شاء الله قريبا عاجلا ان شاء الله الانقلاب ده هيزول، وان شاء الله ربنا يمكن لاهل مصر ويجعلها في عزة ان شاء الله وفي امان. بس اهم حاجة المصابرة ان شاء الله تعالى، وان كنتوا تستعينوا كده هوت بالطاعة والعبادة مع النزول ان شاء الله، وان شاء الله تستعينوا بالقرآن فهو خير ونيس وخير جليس، وجزاكم الله عنا خيرا، ربنا ينصركم ويعز الاسلام بيكم ان شاء الله.